زوفي الكبرى المعركة الشهيرة. لقد جاءت معركة الجرف لتستكمل بعد شهر من انتفاضة شمال القسنطيني مسيرة رجال نوفمبر، حين أدرك المجاهدون الأبطال ساحة الوغى وأبدع جيش التحرير الوطني في فقه الزمان والمكان، وتفنن في لغة النزال، فكانت استراتيجية عسكرية محكمة كشفت عن العبقرية وجسدت معاني الشجاعة وعبرت عن قوة الإيمان وحققت تفوقا في فيالق على فيالق المستدمر المدججة بالأسلحة والآليات العسكرية التي دحرها مجاهدون الأشاوس بعزيمة واستبسال. وقد ضرب شعبنا الأبي أروع الأمثلة في التلاحم مع جيشه إذ التف حولهم وآزرهم ويسر لهم سبيل المواجهة والتحديات بكل أنواعها، وبذلك صنع الجزائريون أروع صور التضحية ونكران الذات. وليست معركة الجرف الكبرى سوى عينة من معارك لا تحصى خاضها جيشنا المغوار ضد الاستثمار، فقد سجل جيش التحرير بطولات متفردة كانت وستبقى مصدر إلهام الأدباء والشعراء على مر الزمان. سلوا جبل الجرف عن جيشنا يخبركم عن قوى جأشنا ويعلمكم عن مدى بطشنا بجيش الزعانفة الآثمين، ونحن في هذا الحصن المنيع بثورة التحرير الوطني وفي هذا اليوم الأغر نترحم على أرواح الشهداء الذين نالوا شرف الشهادة في معركة الجرف التي سكنت وجدان الشعب الجزائري، وكل الشهداء الأبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل استرجاع السيادة الوطنية، والتبجيل كل التبجيل والإجلال إلى المجاهدين الأحياء أبطال تلك الملحمة الذين نتعبقوا من خلالهم أريج الزمان والمكان لنفوس طاهرة ودماء زكية ساحت على أرض الجزائر لتشق طريق الحرية وتحفظ كرامة الإنسان. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن تخليد رموز ثورتنا وأحداثها نهدف من خلاله استحضار ذلك الإرث العظيم لشعبنا وترسيخ تقاليد الوفاء لأمانة الشهداء وقيمه السامية التي عاش بها ولأجلها الشعب الجزائري، فكانت له الوقود الدافع لحركته الثورية من أجل تحقيق حلم الاستقلال واسترجاع سيادة وطنه وبناء دولته السيدة الحرة. ومن تلك المنطلقات النبيلة نحرص في قطاعنا الوزاري على إحياء ذكريات المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية المباركة ورموزها، من بينها معركة الجرف التي نحييها اليوم وتحييها كل مؤسسات المتحف المتحفي للمجاهد على مستوى الوطني، وتستحضر مآثرها وتستذكر وقائعها ومجرياتها من خلال تظاهرات وندوات تاريخية. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.